يعني اللي عنده يعني اللي يعرف يركب ركب راح اشتراه له فرس يحضرها الى الشعيره الحسينيه اللي هي متمثله في 10 محرم. نعم. بعض المحافظات يسوي اكثر من واقعه. صحيح. اربع ثلاث واقعات. بس الواقعه المركزيه اللي تمثل المحافظه عندنا في ذي قار، عندنا في النجف الاشراف. نعم. وحتى الدوله هنا بعض المحافظين جزاهم الله الف خير خصصوا قطع ارضيه، قطع اراضي يعني قطع ارض تقوم عليها الواقعه تشابيه او مسيجة وكاملة وقطعة يعني على مساحات مختلفة يمثل هناك يمثلوها. يعني اليوم يعني أنت هسه مثلاً لو تطلع هسه بدأت تدريباتهم. صح. أو قبل شهر أو قبل أسبوعين بدأوا يدربون يختارون الخيل الأصيلة الجيدة يعني شبيه الأئمة سلام الله عليهم ما يصعدها، وهذا أحد توجيهاتي يعني. كانوا الناس ما يعرفون أنه هذا عربي هذا إنجليزي هذا هجين، إلى أن بدأوا شوية شوية يتعرفون. دخلت أنا على الخط قمنا نوجههم بهذا كذا هذا كذا. فاليوم شبيه الأئمة ما يركبه على حصان إنجليزي عالي ومن هذا، صحيح يركبه المفروض على خيل عربي. ليش؟ لأنه الناس تفتحت قامت تعرف شنو عربي أصيل شنو هجين شنو إنجليزي. صار السوشيال ميديا قنوات فضائية فيعرف يفرق. سافرت وطلعت قامت تطلع وتسافر قبل كانت هاي كلها الأمور يعني محدودة. دكتور من خلال كلامك انه البعد الحسيني الديني نعم هذا احد الاسباب اللي عامل ايجابي بالمحافظة على الخيل.